بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا في موضوع اليونت اوبريشن 1 هي موضوع الباكت ابسوربشن. هذه المحاضره هي المحاضره الثالثه وتكون من جزئين. نبدا بسم الله بالجزء الاول، خذ اللي هو فد مقدمه بسيطه عن الباكت كولوم او البيد، باكت بيد كولوم. هذه الانواع من الأعمدة وهي تستخدم في عملية امتصاص أو تنقية المواد الغازية من الشوائب أو عملية فصل مادة يراد بها فصلها عن خليط من الغازات. كمبدأ عمل، عملية الفصل أو انتقال الكتلة في هذا النوع من أنواع أبراج الامتصاص هو تقريبا مشابه لما هو عليه لما أخذناه سابقا في بليت تاور أو بليت كولوم اللي هو الأعمدة من نوع الصفائح، ولكن هنالك اختلافات موجودة ضمن هذا الكولوم سوف نتطرق إليها ضمن هذه النبذة المختصرة، حيث أن عملية الامتصاص تحدث داخل البرج لعدة مرات، حيث تكون العملية مستمرة هي حالة حال بقية الأعمدة، وهذا يعتمد على عدة عوامل منها. أولا أن قطر العمود المطلوب يجب أن يكون أقل من 2 قدم. ثانيا التخلخل اللي راح سوف يحصل بالضغط أو انخفاض الضغط يجب أن يكون قليل. ثالثا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار عملية التآكل التي تحدث بالحشوات المستخدمة في عمليات الفصل والامتصاص. هذا النوع من أنواع الباكت كولوم موجود في داخل هي حشوات هي التي تساهم في عملية الفصل، مثل ما موجود في التري كولوم اللي موجود عمل الصفائح في داخله اللي هي الأساس في عملية الفصل. في هذا النوع من أنواع الأعمدة الحشوات هي التي تكون المسؤولة تقريبا أو أحد العوامل التي تحدد عملية الفصل اللي موجود راح يحدث في داخل هذه الأبراج. النقطة الرابعة المحتوى المائي اللي هو liquid hold up يجب أن يكون شبيه قليل. راح نأخذ بعض الاختلافات أو المميزات التي تختلف بين النوعين من الأبراج التي أخذنا البرج الأول السابق بالمحاضرة السابقة مع هذا النوع من أنواع الأبراج. تحدث عملية الامتصاص وبالنوعين من أبراج الامتصاص عن طريق إدخال السائل والغاز باتجاهات مختلفة، أقصد بها مختلفة يعني معناتها متعاكسة، حيث أن في أبراج الحشوات تكون عملية التلاصق الكونتاكت بين السائل والغاز تحدث بصورة مستمرة من بداية العمود إلى نهايته. أما في أبراج الصفائح تحدث عملية التلاصق ليس بصورة مستمرة وإنما من الحين إلى الآخر، وتقريبا تحدث هذه العملية وين؟ على الصفائح. إن أبراج الحشوات يمكن أن تفسر ظاهرة انتقال الكتلة أفضل مما هو عليه من أبراج الصفائح من حيث عملية التوازن بين المواد اللي أقصد بها السائل والغاز الذي يحدث على الصفيحة الواحدة. يمكن ربط برجي الامتصاص من نوع الصفائح مع برج الامتصاص من نوع الحشوات بواسطة عندنا بما يدعى بال HETP. هذا ال HETP اللي موجود هنا هذا ال HETP هو عبارة عن مختصر لل height equivalent to the theoretical plate. height equivalent to theoretical plate هاي معناتها شنو؟ معناتها احنا مو بنستخدم بهذا النوع من الأبراج حشوات، هاي الحشوات نمليها في داخل البرج الحين من بدايته لنهايته، بس احنا كارتفاع هاي الحشوات يعتمد على نوع الفصل، يعتمد على المواد المستخدمة، على ايش قد احنا نريد نحصل على تركيز نهائي من الغاز المفصول اللي يخرج من الأبراج نفس الاسلوب عن طريق من هو السائل. فهنا ال HETP
إذا تريد تربط كعلاقة رياضية بين التري كولوم وبين البات كولوم، راح نربطها في علاقة رياضية تربط بين العمودين من حيث عدد الصفائح وارتفاع الحشوات. إذا الـ HETP شنو؟ هو عبارة عن معرفة ارتفاع الحشوات اللازمة، يعني شقد احنا نحتاج ارتفاع هاي الحشوات اللازمة للحصول على نفس كفاءة الفصل في حال استخدام عدد معين من الصواني. طلاب هنا فد مخطط توضيحي للجهاز الموجود هنا قدامكم. هذا هو برج الامتصاص اللي هو من نوع الحشوات، حيث نلاحظ بأنه هذا البرج أيضا هو عبارة عن برج عمودي اسطواني الشكل، يتكون في داخله هذه الحشوات اللي هي هذه الحشوات، هذا موجودة هاي الحشوات، حيث يدخل السائل من الأعلى مثل ما موجود أخذناه سابقا في برج الامتصاص من نوع الصفائح، ويخرج من الأسفل. أما الغاز يدخل من الأسفل ويخرج من الأعلى. نلاحظ بأنه السائل اللي موجود هنا هو اللي هو الداخل من الأعلى هو عبارة عن مذيب solvent، نفس أنواع المذيب اللي نستخدمها في أبراج الامتصاص من نوع الصفائح. أما الغاز الموجود هنا اللي هو عبارة عن خليط يحتوي على أحد الغازات المراد فصله، أو يحتوي على شوائب مراد تنقية هذا الخليط من هذه الشوائب. كمبدأ عمل هو نفس المبدأ العمل اللي أخذناه سابقا بالتري كولوم. الاختلاف اللي هو هناك سابقا يحتوي على صفائح في داخله، هنا هذه تحتوي على حشوات. الحشوات الموجودة هنا أنواعها مختلفة وعديدة، أنواع من حيث الشكل، أنواع من حيث الحجم، أنواع من حيث المادة المصنوعة من عندها. عادة تكون هذه الأنواع اللي تستخدم، مهما تكون تستخدم يحاول أن تستخدم أنواع تكون رخيصة الثمن، لأن في بعض الأحيان تستبدل بين فترة وأخرى. فلهذا هذا النوع من أنواع الأعمدة يكون تكلفته أقل مما هو عليه في تكلفة من نوع التري كولوم أو في بعض أنواع أخرى. السبب الرئيسي لاستخدام الحشوات اللي موجودة هذا قدامكم، هاي طبعا جزء من هذه الحشوات ليس كلها، السبب الرئيسي لاستخدام الحشوات في داخل الأبراج هو ليش نستخدم هاي الحشوات. هاي الحشوات اللي تلاحظون هي عبارة عن حشوات متلاصقة فيما بينها. ايش راح تزودنا؟ راح تزودنا بمساحة سطحية كبيرة. شنو هاي المساحة السطحية؟ لعملية التلاصق، لأنه الليكويد ما راح ينزل من الأسفل، والغاز راح يصعد من راح ينزل من الأعلى إلى الأسفل، والغاز من الأسفل إلى الأعلى راح يزود بهاي المساحة السطحية. هاي المساحة السطحية راح يصير بها عملية التلاصق بين السائل والغاز، حيصير على عملية انتقال كتلة وانتشار من الغاز إلى السائل. هناك أنواع كثيرة تستخدم كحشوات من ناحية أشكالها، منها الراشنج رينجز، اللسنج رينجز، البيرد سدل، البول رينجز وأشكال أخرى. هذه الحشوات تصنع من مواد غير مكلفة ورخيصة، فلهذا يكون برج الحشوات المرغوب عند التصنيع بهذه المواد من هي الزجاج، في بعض الأحيان السيراميك، الجرافايت، البلاستيك، وبعض الأحيان يستخدم أيضا الستينلس ستيل. طبعا هاي الحشوات التي الانواع اللي راح نستخدمها طبعا تتبع ليش تكون مختلفه، طبعا تبعا لنوع المواد المستخدم في عمليه الفصل، بالاضافه الى ظروف التشغيل المصاحبه لهذه العمليه، لانه اكو حشوات تتحمل درجات حراره عاليه، حشوات تتحمل ضغوط عاليه او واطئه، اكو هناك في بعض الاحوال المذيب المستخدم او الغاز اللي راح يستخدم يؤدي الى عمليه التآكل. فاحنا مو كل الحشوات نستخدمها كمعادن، وانما نستخدم مثلا كخزف، مو كل الحشوات نستخدمها، اذا ضغوط عاليه ما نقدر نستخدم خزف، نستخدم غير امور اخرى. وبالتالي بانه احنا مو كل الحشوات نقدر نوع واحد نستخدم لكل عمليات الفصل، لكل انواع المواد المستخدمة اللي أقصد بها المواعي. الآن طلاب في هذا السلايد راح نشوف كيفية حساب ارتفاع الحشوات. احنا المبدأ الأساسي في هذه المحاضرة هي معرفة
كيفية حساب ارتفاع الحشوات اللازمة للحصول على عملية الفصل لنظام معين. طبعا احنا مثل ما نعرف سابقا وايضا يستمر على هذا النوع من انواع الابراج بانه المحاليل اللي راح تدخل للبرج هما تكون محاليل مخففة او محاليل مركزة. بالنسبة لنا احنا شغلنا كله يكون فقط على المحاليل المخففة. فهسه راح نبدي شلون نوجد علاقة رياضية من خلالها نستطيع أن نطبق المعطيات لإيجاد ارتفاع الحشوات. بالبداية راح نعرف أكو أمور معينة قبل ما نبدي بالاشتقاقات. راح نعرف بأنه هناك راح نعتبر بأنه عملية الانتقال راح تحدث بالعمود. هذا العمود الكروس سكشن اريا مالته هو يساوي اللي هو رمزه S وحداته متر تربيع. هذا العمود يحتوي على الحشوات. هاي الحشوات السبيسيفيك سيرفيس اريا مالتها رمزها اي. هاي السبيسيفيك سيرفيس اريا وحداتها متر تربيع على متر تكعيب. فهسه نقول السبيسيفيك سيرفيس اريا، نقول مو اريا هي، لا هاي سبيسيفيك سيرفيس اريا وحداتها متر تربيع على متر تكعيب. شنو السبيسيفيك سيرفيس اريا؟ هنا معرفين اياها السبيسيفيك سيرفيس اريا هي عباره عن شنو؟ عباره عن التوتال سيرفيس اريا المساحه الكليه على حجم العمود. المساحه الكليه على حجم العمود هذا هو السبيسيفيك سيرفيس اريا. زين التوتال سيرفيس اريا منين اطلعها؟ يعني المساحه الكليه منين اطلعها؟ فالتوتال سيرفيس اريا هي شنو عباره؟ العباره عن السيرفيس اريا لحشوه واحده، سيرفيس اريا لحشوه واحده مضروبة في عدد الحشوات. فالمساحة الكلية هي مساحة الحشوة الواحدة في عدد الحشوات. أما الحجم العمود عادة من نوجده من الـ S في دلتا Z. حجم العمود S في دلتا Z. الـ S هو شنو؟ الـ S مثل ما قلنا سابقا أول تعريف إلى الـ S اللي هو الـ Cross Section Area. والـ DZ DZ هو اللي هو ارتفاع الحشوات، بس هنا ماخذه كديفرنشال، فهو هذا دي زد احنا المهم عندنا. فاذا الفوليوم اوف كولوم الكولوم اللي هو الاريا في الهايت. سابقا احنا نعرف بانه التوتال ماس ترانسفير اريا ان هايت دي زد، يعني معناتها المساحه اللازمه لعمليه الانتقال هي عباره عن منين تجي؟ تجي من الاي في اس في دي زد. ونعرف بأنه عدد المولات اللي راح يصير بها عملية الانتقال على وحدة المساحة على وحدة الزمن اللي هي من هي الـ NA اللي ماخذيها سابقا بالديفيوجن اللي هو الفلاكس، يعني وحداته مول على وحدات مساحة على وحدات زمن. إذن عدد المولات اللي راح تنتقل على الزمن، عدد المولات على الزمن هو عبارة عن شنو؟ NA في A اللي هو Specific Surface Area في S اللي هو Cross Section Area في Delta Z. إذا معناته هذا شنو الـ ASDZ؟ هذا أخذناه سابقا اللي هو هياته. أضربه بيش؟ بالـ NA. أضربه بالـ NA يطلع لي عدد المولات اللي راح تنتشر على وحدة زمن. أخذنا سابقا في النظرية الوايتمان تو فيلم ثيوري في نظريات الانتشار بأنه الـ NA شي يساوي لنا KOG مضروف لدرايفنج فورس للبريشر PA ناقصا PA ستار. نعرف احنا هذا القانون منين اجى. إذا ضربت طرفي المعادلة بالـ ASDZ، أضرب طرفي المعادلة NA شي يساوي مضروب A S D Z وال K O G في الدرايفنج فورس أضربه بيش A S D Z هنحصل هاي المعادلة. ليش؟ راح نشوف هسه بالسلايد اللي وراه هو شنو راح يصير عندنا. عدد المولات اللي راح تنتقل مثل ما قلنا سابقا على وحدة زمن هي عبارة عن N A A S D Z. هذا هو شنو؟ هو مو قلنا عدد المولات راح تنتقل على وحدة زمن؟ هذا المن يساوي؟ هذا يساوي جي ام
مضروب في دي واي. شنو هو جي ام؟ جي ام هو مول فلوريد. جي ام مول فلوريد. دي واي هي شنو؟ هي كونستريشن للغاز الداخل اللي موجود ضمن الخليط. كونستريشن للغاز الداخل الموجود ضمن الخليط. هذا الكونستريشن احنا بمرور الوقت من دي يدخل من اسفل البرج الى ان يطلع من الاعلى طبعا دي يتغير. ليش دي يتغير؟ لانه السائل دي يسحب من عنده تراكيز، دي يمتص من عنده، وبالتالي الواي مو ثابته، فلهذا خلاها شنو؟ دي واي. هاي المعادله رقم 3. معادله رقم 3 ايش راح اسوي؟ اقول الجي ام دي واي اخذها هياته اساويها ويا من؟ اساويها ويا من؟ اصلا هي كانت ويا من مساويه عدد المولات على وحده الزمن. هاي عدد المولات على وحده الزمن بالمعادله السابقه شو يساوي لنا؟ كي او جي بي اي ناقص بي اي ستار اي اس دي زد. فساوينا معادلتين فظهرت لنا المعادله رقم 4. هاي المعادله هي اللي راح احاول استخدمها لايجاد الزد، والزد وين موجود؟ هياته. شو اسوي اول مره؟ راح اضرب واقسم على التوتال بريشر، اضرب واقسم على التوتال بريشر فقط للطرف الايمن من المعادله، على مود احول هذا البي الموجود الدرايفنج فورس مال البي احوله الى شنو؟ احوله الى واي بدلاله الواي. ليش احوله بدلاله الواي؟ ليش حولت البي بدلاله الواي؟ لانه اني الجي ام دا لاحظ الجي ام الموجود هنا بيش مضروب دي واي، فاذا هذا هو متغير، فاذا والبي ايضا متغير، الضغط ايضا متغير، فاحول الضغط متغير بدلاله متغير، اقلل من المتغيرات، لان هاي المعادله بها كم متغير؟ معادله رقم 4 بها الواي متغير، بها البي متغير، وبها هنا ارتفاع الزد اللي انا اريد اوجده. فاذا اريد اخلي الزد بدلاله متغير واحد راح اخليه بدلاله الواي، فاذا لازم البي احوله، فاقدر انا احوله بدلاله الواي، فاقسم واضرب فقط هذا الطرف الايمن من المعادله رقم 4 يكون بدلاله الواي، فصارت معادله رقم 4 تتحول الى معادله رقم 5. وراها ايش راح يسوي؟ معادله رقم 5 راح افصل. انا اريد الزت، انا اريد من وين؟ اريد الزت، راح افصل الزت بطرف والبقيه كلهم اوديهم بالطرف الثاني اللي هو الطرف الايمن، فصارت المعادله بهالصيغه. فلاحظنا هاي المعادله صارت بهالصيغه. هاي المعادله راح اكامل، راح اكامل من وين؟ راح اكامل فقط الزت، ابقي الواي مثل ما هو. طبعا حدود التكامل مال الزت من صفر الى زت، وحدود التكامل مال واي من الواي اي توب الى الواي اي باتوم. ليش واي اي توب الى واي اي باتوم؟ المفروض تعرفوها، لانه الواي اي توب هي اقل من الواي اي باتوم. فاكامل هاي المعادله فقط للزت اكاملها، فتتحول الى معادله رقم 6. هاي المعادله رقم 6 هي المعادله العامه لايجاد ارتفاع الحشوات اللي نستخدمها في داخل البرج. الاحظ بانه هاي المعادله تحتوي على حدين، الحد الاول، الحد الاول اللي هو هذا، هذا الحد الاول راح يرمزوا له بال HTU. الحد الاول اللي هو جي ام على كي او جي مضروب في التوتال بريشر مضروب في الاي مضروب في الاس، هذا هو يرمز الى HTU. الحد الثاني اللي هو هذا، هذا رمزه له شنو؟ اللي هو حد يحتوي على التكامل بعد ما بكامل، يدعى بالNTU، يدعى بالNTU. لاحظت بانه من ايجاد الزت من صار عندي حدين HTU مضروب في الNTU، مين متكون؟ متكون من هذين الحدين، رمز اكو اللي هي او جي، رمز اللي هو او جي. هذا معناته شنو؟ هذا معناته شنو؟ اوفر اول غاز، ونعرف هذا شنو يقصد بهذا الرمز. مين اجى هذا الاو جي؟ لانه اصلا احنا من اشتغلنا على الكي او جي، انتبهوا على هاي، اشتغلنا
على الكي او جي. اريد نعرف هو شنو الاتش تي يو. الاتش تي يو هو عباره عن هايت اوف ترانسفير يونت، هذا الاتش تي يو. اما الان تي يو هو عباره عن نمبر اوف ترانسفير يونت. اذا عرفنا شنو الاتش تي يو وشنو الان تي يو، واحنا نعرف سابقا شو اقصد بالكي او جي، اللي هو هنا الكي او جي اللي هو الماس ترانسفير كوفيجنت اللي اوفر اول. اوكي طلاب، في حاله اذا ملاحظه الجي ام اللي استخدمناه هذه هنا، هاي الجي ام المستخدمه، اذا اعطانا اياها مو ثابته، لان احنا نعرف سابقا بانه الفلوريت للغاز الفلوريت للليكويد احنا نقدر نعتبرها ثابته، الداخل هو نفس الخارج. بس لو اعطانا جي ام الداخل يختلف عن الخارج، وليش دا اركز فقط على الجي ام؟ لان احنا شغلنا بهذا الموضوع اكثر شيء ركز باللحظه يحتوي على الجي ام، وحتى اذا صادفك للمن للليكويد، بانه ايش راح يصير عندنا الجي ام؟ بانه اذا مطينا جي ام واحد اللي هو التوب وجي ام اثنين اللي هو الباتوم، فالجي ام اللي راح ناخذه هنا راح ناخذه افريج، لان انا احتاج جي ام وحده، احتاج شنو؟ جي ام وحده، فلازم اجمعها في حاله اذا كان التوب زائد الباتوم وقسم على اثنين، هاي الجي ام اللي اقسمها هي اللي استفاد من عندها في قانون الزت. وهنا معرف لنا شنو التوتال بريشر اللي احنا نعرفه اللي هو ثابت، ونعرف الكي او جي شنو، نعرف الكي او ال شنو اللي هو ماس ترانسفير كوفيشنت بالنسبه للغاز وبالنسبه للليكويد، وهاي الوحدات الموجوده هنا. هذا اذا القانون. المعادله رقم 6، المعادله رقم 6 اللي شفناها هسه هذا موجوده هنا، هاي المعادله رقم 6 هاي تستخدم لايجاد ارتفاع الحشوات، بس هاي فقط وين؟ في حاله الغاز فيس واوفر اول. في حاله الغاز فيس واوفر اول شلون عرفتها؟ عرفتها من الكي او جي. الكي او جي هاي غاز فيس اوفر اول، وعرفتها من الجي ام، وعرفتها من الواي. هاي كلها احنا مؤشرات نعرف المعادله هو وين دي يشتغل وبشنو الظاهره وبيا نظام. هاي المعادله هي لايجاد الزت. هذا الهوم ورك الموجود هنا هسه راح تركوه هسه، بس راح اقول لكم على الهوم ورك المطلوب من عندكم لهذه المحاضره. هسه طلاب راح نشوف بهذا السلايد السمري اللي هو اقصد به لخصت لكم المعادلات بالاربع حالات. هسه تتفاجئون شنو بالاربع حالات. احنا طلاب عندنا بالطور الغازي، وعندنا بالطور السائل، وعندنا الطور الغازي يحتمل احتمالين. في حال اذا كان بدنا نشتغل على الاوفر اول سيستم، او نشتغل على فقط الانديفيدوال، يعني فقط المكان الواحد، ام او نفس الحاله بالنسبه للسائل. فهذا صار عندنا اربع حالات. نجي هنا اذا نحكي على الفور ديليوس سوليوشن كالعاده، نجي على الفور غازز. هاي الحاله اللي احنا هسه شرحناها، اللي احنا هسه اشتقينا المعادله، هو لهاي الحاله اللي هو فور غازز. يعني المعادله اللي هسه اشتقيناها لهاي الحاله، نلاحظ الزت يساوينا اتش تي يو اوفر اول غاز في الان تي يو اوفر اول غاز، وعرفنا احنا الاتش تي يو هو شنو والان تي يو هو شنو. في حاله كاوفر اول، كاوفر اول هذا للغاز، كاوفر اول بالنسبه للليكويد هي نفس المعادلات بس للغاز. الليكويد هي نفس معادلات الغاز بس الجي يتحول الى شنو؟ ال. الجي يتحول الى ال، الجي ام يتحول الى ال ام، الكي او جي يتحول الى كي او ال، التوتال بريشر يتحول الى توتال كونستريشن، الاي هو نفس الاي والاس هو نفس الاس. هذا بالنسبه للاتش تي يو. بالنسبه للان تي يو مثل ما قلنا الاو جي يتحول الى او ليكويد، حدود التكامل من كانت بدلاله الواي هسه حتكون بدلاله الاكس، وداخل التكامل كانت الدي واي حتكون دي اكس، والمقام حيكون شنو؟ كان عندنا واي ناقصا واي ستار حيكون عندنا اكس اي ستار ناقصا اكس اي. اذن جزئين من المعادلات هاي بالنسبه للاوفر اول ماس ترانسفير، اوفر اول
ماس ترانسفير، الاولى للغاز الثانيه للليكويد. زين، عندنا الزيت مثل ما قلنا، لناخذ هسه للغاز، الزيت مثل ما قلنا من متكونه من حدين اللي هي الاتش تي يو والان تي يو. الاتش تي يو ده لاحظه هذا قانونه مثل موجود قانونه اللي هو جي ام على كي او جي توتال فريجر الاي في الاس. هاي كلهن ثوابت، كلهن ثوابت حسب معطيات السؤال، اما كلها يعطيكم اياها او يطلب من عندكم او من تحتاجون تحلون اي شيء لازم توجدوه، يعني هاي كلها ثوابت قيمه واحده. ف نقدر نوجدها او نقدر او هو معطينا اياها. الحد الثاني اللي هو الان تي يو، هذا الان تي يو. الان تي يو هو بيه المشكله. ليش بيه مشكله؟ هو مو مشكله يعني بقدر ما هي، هو التكامل. دا لاحظ اكو شنو عندي؟ عندي تكامل. هذا حل التكامل ايضا وجدوا له حله. فالتكامل اللي هو بالان تي يو هذا هو حله، موجود بالاسفل السلايد، هذا هو حل التكامل. فالان تي يو اللي التكامل مالته هذا حله. فالان تي يو هو عباره عن الواي بي ناقصا الواي تي، يعني واي بوتوم ناقصا الواي توب على واي ناقصا واي ستار لللوج المين. الواي باتوم ناقص الواي توب المفروض احنا نعرفها، يبقى المقام، هذا المقام بي لوج المين، اقصد بي الواي ناقص الواي ستار لوج المين هو هذا قانونه ايضا. فهاي القوانين تحفظ. فالواي بي الواي ناقص الواي ستار لوج المين هو شو يساوي لنا؟ كسر واي بي ناقص واي بي ستار درايفنج فورس ناقص واي توب ناقص واي توب ستار، هذا ايضا درايفنج فورس للتوب. المقام هو لين مال منو مال نفس الباص بس يتحول الى كسر، يعني لين واي بي ناقص واي بي ستار على واي تي ناقص واي تي ستار. اذا حل الان تي يو تكامل موجوده ضمن هالقوانين الاثنين، نوجد حلها. زين، اذن الموجودات هنا نستخدم واي توب ونستخدم الواي باتوم لانه احنا غاز فنستخدم واي. الواي البي ستار والواي تي ستار شنية؟ المفروض احنا نعرفها ايضا قيمتها. هذا منين تجي؟ يعني هاي قيمة الواي تي ستار والواي بي ستار منين نجيبها كقيم عددية؟ احنا يعطينا بالسؤال عادة اللي هو قانون الاكوليبريام اللي هو واي يساوينا ام في اكس، لنفرض الام 1.5، يعني واي يساوينا 1.5. من أنا أريد واي بي ستار، أريد واي بي ستار، هاي الواي تتحول إلى واي بي، شو يساوي لنا 1.5، الإكس اللي أعوضها المفروض هي شنو هي؟ إكس بي. من أريد واي بي أعوض عن الإكس إكس بي. أنا أريد واي ستار فأخلي لها هنا ستار، الإكس ما أخلي لها ستار. هاي المعادلة الإكس ما أخلي لها، هاي المعادلة تتحمل ستار وحدة. إذا ردت للواي بي ستار الاكس بي ما خلي لها ستار، إذا ردت للاكس بي ستار الواي بي ما خلي لها ستار. إذا شلون أوجد الواي بي ستار؟ لازم أنا عندي قيمة الاكس بي، عندي قيمتها أضربها في الـ 1.5 نوجد من وين؟ الواي بي ستار. نفس الحالة بالنسبة لمن؟ للواي تي ستار. إذا أنا ردت الواي تي ستار فالواي تي شو يساوينا؟ 1.5 اكس تي. بما انه رايد الواي تي ستار فاخلي لها ستار هنا. لايجاد هاي القيمه المفروض انا اعرف قيمه الاكس تي، الاكس توب. فهاي قيمه معطيني اياها او انا استنتجها من السؤال، اضربها في ال 1.5 يطلع الواي تي ستار. هذا هي طريقه ايجاد المتغير واي سواء كان توب او بوتوم، في حاله اذا كان ستار نوجدها من هالمعادلة، من معادلة الاكوليبريوم، من معادلة الاكوليبريوم السابقة اللي أخذناها في حالة الأوفر أول. أما الحالتين اللي جاية في حالة الانديفيدوال، في حالة من هو الانديفيدوال، هاي موجود. أيضا عندنا حالتين فور غاز وفور ليكويد، نفس القوانين طلاب، هي نفس القوانين. ايضا الزيت الشي يساوينا اتش تي يو في الان تي يو، بس هنا ما طول انديفيدوال هنا ماكو اوفر او، اللي اقصد بها الاوفر اول ماكو حرف الاو، فقط اكو جي.
وتجي قلنا لانه شنو عم دا اشتغل على الغاز. كل او ينشال هنا هو نفس القانون. ال HTU هو جي ام نفسه، الكي هنا اختلف، اذاك كان كي او جي هنا فقط كي جي، توتال بريشر في الاي في الاس. نفس الحاله بال NTU هنا هذا هو نفسه، بس هنا ماكو طلاب، ماكو عندنا ستار، اكو عندنا واي اي اي، ماكو ستار، عندنا واي اي اي، هاي تدعى بالانترميديت كونستريشن، تدعى بالانترميديت كونستريشن، هسه ان شاء الله اشرح لكم عليها. نفس القوانين تستخدم للغاز راح تعكس على الليكويد، بس بدال الواي اكس، بدال الجي ام اكو ال ام. فهذه هي القوانين. ونفس الحاله بالنسبه للانتجريشن اللي موجود هنا في حاله الان تي يو، الانتجريشن الموجود في الان تي يو ايضا نفس الاسلوب، نفس اللي هسه شرحته سابقا بالسلايد، بس هنا بالانديفيدجوال يختفي الستار، الانديفيدجوال يختفي الستار، الانديفيدجوال فقط موجود بالاوفر اول، الستار موجود فقط بالاوفر اول. الانديفيدجوال راح يظهر لنا كونستريشن جديد اللي هو هنا واي بي اي وواي تي اي، هاي تدعى بالانترميديت كونستريشن، تدعى بالانترميديت كونستريشن. وبالتالي هسه نوجدها بالسلايد الاخر. بس ملاحظه اخيره، السلوب مال الاوبريتنج لاين هي عباره عن ال ام على جي ام، وهذا هو قانونه لايجاد السلوب. اما بالاكوليبريم لاين السلوب مالته حيكون هذا هو القانون، هذا خلوها بها. والسلوب مال الاكوليبريم هو الام الموجود في معادله الاكوليبريم اكويشن، في معادله الاكوليبريم اكويشن. طلاب هنا بهذا السلايد نلاحظ راح يعطينا علاقه تربط بين الاوفر اول والانديفيدجوال ماس ترانسفير كوفيشنت. فاذا هنا هذا الموضوع بانه العلاقات الموجوده هي عباره عن ربط علاقات بين الماس ترانسفير كوفيشنت في حاله الانديفيدجوال والاوفر اول. لانه في بعض الاحيان طلاب من يطلب من عندنا اوفر اول بطريقه الاوفر اول، يعني زد بطريقه الاوفر اول، وهو لاحظ الماس ترانسفير كوفيشنت معطينا اياها بدلاله الانديفيدجوال، فالمفروض نبدي نحول عن طريق هاي القوانين. احنا كاشتقاقات بهذا اللحظه السلايد ما مطلوب من عندكم بهاي الفتره بانه تشتقوني، بس لازم نحفظ المعادلات. يا معادلات اللي انا احفظها، المعادله رقم 1، المعادله رقم 2، المعادله رقم 5، المعادله رقم 6. هذني بالبدايه لازم تعرفون هذني الاربع معادلات تحفظ، 1 2 5 6. نجي عليهن، شنو هي هذني؟ معادله رقم 1، هاي المعادله راح تربط الكي او جي الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت ويا من؟ ويا الكي جي الانديفيدجوال ويا مع الكي ال كانديفيدجوال ماس ترانسفير كوفيشنت ويا من ايضا الاتش. هنا الاتش هو نفسه، من هو الاتش طلاب؟ الاتش هو نفسه الام اللي هو الميل في حاله الاكوليبريم اكويشن. هاي المعادله رقم 1 هي المن للغاز فيس. نفس الشيء بالنسبه للمعادله رقم 2، المعادله رقم 2 للليكويد فيس. هذا من يربط؟ يربط الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت للليكويد فيز ويا من؟ ويا الانديفيدجوال ماس ترانسفير كوفيشنت ويا ايضا هاي الاتش هي الام. اذا معادله رقم 1 ومعادله رقم 2 يربط بين الاوفر اول والانديفيدجوال ماس ترانسفير كوفيشنت. معادله رقم 5 ومعادله رقم 6 يربط بين اليونت نمبر اوف يونت ويا من؟ ويا الهايت اللي هي في حاله الاوفر اول وفي حاله الانديفيدجوال اللي اخذناها هسه. يعني ال HTU اوفر اول غاز شو يساوي لنا؟ الانديفيدجوال HTU للغاز زائد الانديفيدجوال HTU للليكويد مضروب في ام جي ام على ال ام. احنا نعرف شنو هي ال HTU، اخذناها عرفنا شنو ال HTU اللي هو الهايت اوف ترانسفير يونت اللي هي في حاله الاوفر اول غاز. ال HTU للجي وال HTU للليكويد هي الهايت اوف ترانسفير يونت بالنسبه للغاز وبالنسبه للليكويد. حد الليكويد مضروب في ام جي ام على ال ام. شنو الام؟ مثل ما قلنا اللي هو الميل في حاله الاكوليبريم لاين. الجي ام اللي هو
ماس فلوريت، ال LM هو ليكويد فلوريت، فال M GM على LM. هذا الحد كله مدى تلاحظون هو شنو مدى غريب عليكم، هذا هو عبارة عن مقلوب ال A. إذا تتذكروا بال بالتري absorption ال A شي يساوي لنا L على M في G، هذا مقلوبة. إذا هذا هو عبارة عن واحد على A. هذا بالنسبة لمن؟ للغاز فيس. نفس الحالة بالنسبة للليكويد فيس ال HTU بالنسبة للأوفر أول غاز فيس، ونفسه لل HTU بالنسبة للأوفر أول ليكويد فيس، بس يتحول كله بدلالة ال L وال G أيضا. نرجع للمعادلة رقم 5، لاحظ بالأوفر أول غاز فيس ال HTU للليكويد إنديفيدوال هو المضروب بهذا الحد، بس ال HTU للليكويد أوفر أول، ال HTU للغاز إنديفيدوال هو المضروب في ال A. إذا هذا هو A وليس واحد على A في معادلة رقم 6 عكسه. أوكي طلاب، وإهنا معرف لكم هو شنو ال LM على M في GM اللي هو ال absorption factor. إهنا أنا رح نأخذ شلون نوجد ال intermediate concentration. هذيك الساعة قلت لكم اكو فشي راح يظهر بالانديفيدوال انترميديت كونستريشن اللي هو واي تي اي واي بي اي، اذن الانترميديت كونستريشن، او الاكس تي اي الاكس بي اي، هاي تدعى بالانترميديت كونستريشن اللي هي الكونستريشن موجود في الوسط. شلون راح نوجده؟ شلون راح نوجده؟ راح نوجده عن طريق رسم. راح نوجده عن طريق شنو؟ رسم. هذا الرسم الموجود اللي راح ناخذه المفروض انتم تعرفون شلون توجدوه. شلون نوجده؟ لانه هذا الرسم كلش مهم. بس ركزوا لي هنا انا طلاب على فد شغله اللي هي راح ناخذها ولازم نحسبها. فهسه راح نبدي شلون نرسم. احنا عاده من اريد ارسم، عاده من اريد ارسم لازم شو اسوي؟ لازم اوجد قيم واي واكس. بالتري ابزوربشن سابقا من رسمت هيك نوع من الرسوم لازم مين متكون رسم من تو لاينز، لازم مين متكون من التو لاينز. فهسه راح ابدي وياكم الرسم، بس احرسم لكم اياه بيديه على مود تعرفون شلون راح يصير. هذا هو الاكس والواي. عاده مثل سابقا احنا من نريد نبدا نرسم لازم مثل التري كولوم بانه يحتوي على تو لاينز. اول واحد ارسمه هذا. هذا احنا من هو؟ هذا يتكون عن طريق نقاط، يتكون عن طريق نقاط نرسمه يكون على شكل لاين. هذا اللاين شو يدعى بالإكوليبريم لاين، هذا اللاين يدعى بالإكوليبريم لاين. عادة هذا منين نقدر نحصل النقاط مالته على مود أقدر أرسمه؟ هذا أحصله عن طريق شنو؟ عن طريق أما يكون شكل جدول مطينيه بالسؤال، او عن طريق معادله الاكوليبريم لاين افرض اكس يطلع واي. هذا رسمت الاكوليبريم لاين. اللاين الثاني من اريد ارسمه يتكون لازم من نقطتين. النقطتين اللي هي هاي اول نقطه لنفرض هنا مكانها، هاي تدعى المن بالبي لنفرضها، والنقطه الثانيه لنفرضها هنا راح توقع تدعى بالكيو. نرجع على البي. البي شنو وحداتها عادة؟ البي وحداتها عادة تكون من تجي؟ يجي من ال اكس توب واي توب. والكيو شنو وحداتها؟ يجي من ال اكس باتوم واي باتوم. كونت عندي نقطتين بي وكيو، اجر من البي للكيو فصار عندي هذا اللاين. هذا اللاين شنو يدعى؟ بالـ operating line.
هاي احنا ماخذيها ومتعودين عليها بالتراي كولوم، هو نفسه موجود بال باكت كولوم. هناك كنا نستفاد من عندها لإيجاد عدد الصواني، هنا هيك الرسم من نستفاد من عنده بعد إيجاد عدد الصواني، لو إنما نستفاد إيجاد الانترميديت كونستريشن. لحد الآن ما واجد الانترميديت كونستريشن، شلون نوجدها؟ من رسمنا وصلنا لهذا الحد، أكو لازم نوجد ميلين، نوجد ميلين، الميل الأول اللي هو S1 والميل الثاني S2. S1 وS2 قوانينها أخذناها بالسلايد اللي قبلها، شلون توجد قيمة يعني موجودة شنو قيمتها. ورا ما نعوض ونوجد قيمة الS1 وS2، هو ميل الS1، الS1 ميل وS2 ميل. الS1 إذا لاحظ القانون هو يعتمد على منو؟ على البتم، على البي الS1. فبما أنه هو ميل أنا أريد أسوي أرسم مستقيم من هذا الميل، أرسم مستقيم. شلون أرسم مستقيم؟ إذا لازم هذا المستقيم يكون همين يكون مائل بزاوية معينة. إذا هذا الميل أخذ لك تان إنفيرس الS1، أخذ لك تان إنفيرس وأوجد قيمة الزاوية. زين، شو أسوي بهاي قيمة الزاوية؟ أجيب المنقلة ومعكوسة أخليها على نقطة Q. ليش خليت الS1 على نقطة Q؟ ما هو الS1 تابع للبي للبتم، والكيو هي مال باتوم. فاجيبه اخلي المنقله هنا وبزاويه معينه اشوف ايش قد الزاويه من نقطه كيو، اسقطها المن اسقطها على الاكوليبريم لاين. هذا هو الاس واحد. من سقطتها على الاكوليبريم لاين وصلت بهاي النقطه، شو راح اسوي؟ خط عمودي على الاكس اكسس وخط افقي على الواي اكسس. ارجع على الخط العمودي اللي سقط على الاكس اكسس، اللي سقط على الاكس اكسس طبعا شطل عنده اكس، بس يا اكس اكس بي. ليش بي؟ لان هو جاي من الباتوم وهو من هو للانترميديت. الخط الافقي اللي من نقطه التقاطع مال الاكوليبريم لاين وجريناه افقيا على الواي اكسس، شو طلع الواي اكسس؟ شو طلع لي دائما؟ واي. واي مال منو؟ مال واي باتوم واللي هو الانترميديت اي. هذا منو؟ عن الاس واحد. نفس الحاله بالنسبه للاس اثنين، والاس اثنين هو مؤشر المن للتوب. اذا التوب وين؟ هي نقطه بي. فنفس الحاله من طلعت الميل الاس اثنين ارجع شو اسوي؟ اخذ لها التان انفيرس، اطلع الزاويه. من طلعت الزاويه اجيب المنقله هنا، هاي المنقله، وايضا بزاويه معينه شوف شو طلعت لي الزاويه بخط، راح يصير عندي هنا خط مائل بالزاويه، راح يقطع لي الاكوليبريم لاين نقطه التقاطع. انزل عمودي واروح افقي، العمودي اللي ينزل على الاكس اكسس هو من هو اكس تي، لانه جاي من نقطه التوب اكس تي اي، والافقي هو شنو؟ واي تي واي العفو اي واي نعم تي اي. اذا العمودي اكس تي اي والافقي واي تي اي. هاي من هذا الرسم اذا حصلت الاكس بي اي واي بي اي من السلوب الاول. السلوب الثاني هذا حصلت ال XTI ال YTI وذني اربع معطيات اللي هي او اربع القيم اللي حصلتها، راح استفاد من عندها وين؟ ايجاد حل التكامل مال منو؟ مال ال NTU. هذا هو ملخص محاضرة اليوم. الواجب المطلوب هسه يا طلاب لهذه المحاضرة، عندكم ثلاثة اشتقاقات. طلاب الواجب عندكم ثلاثة اشتقاقات اللي هي overall Z في حالة الليكويد، overall mass transfer coefficient لإيجاد الـ Z في حالة الليكويد، واشتقاقين في حالة الـ individual للغاز وللليكويد.
القوانين اللي انا طلعت لكم اياها بالسمري الموجوده، انا شرحت بهالمحاضره اشتقاق واحد اللي هو الاوفر اول للغاز فيس لايجاد قيمه الزت. هسه توجدوا لي الاوفر اول للليكويد فيس لايجاد الزت والانديفيدوال ماس ترانسفير كوفيشنت في حاله الغاز فيس والليكويد فيس لايجاد الزت. هاي ثلاث اشتقاقات مطلوبه من عندنا لهذه المحاضره. نستودعكم الله.